بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني سور لا شان ميريسا كاينه الزلفلاون. مرحبا بكم كامل. اليوم ان شاء الله عندنا حاجه حلوه خفيفه، كما راكم تشوفوا هنا عندي اون بات سكري اللي عملتها معكم عده مرات، وراح نحط لكم لو ليان دو لا فيديو اسفل الفيديو في صندوق الوصف دون لا بوات دو ديسكريبسيون، راح تلقاو رابط عجينه المسكره ولا لا بات سكري اللي هي يعني بكل اختصار 125 غرام زبدة ولا مارغرين طرية بدرجة حرارة المطبخ، بلس ربع مغارف كبار بيان بومبي تاع لو سكر غلاس يعني السكر الرطب الناعم، بلس قرصة تاع الملح حبة بيض، و مغارفة صغيرة تاع خميرة الحلوى اون بوتيت كويير ا كافي دو لوفور دو لوفور شيميك، و 250 ا 300 غرام دو فارين يعني 250 الى 300 غرام فارينة على حسب الفارينة تاعكم. لميتها كامل وحطيتها غلفتها وحطيتها ريحت في الثلاجة ولا دون الفريغو مدة 30 دقيقة يعني نص ساعة اون دوميور، ودركا جبتها هاني فرشت الفارينة ورايحة نفتحها نبسطها باش نحطها في المول تاعي. فوالا نفتحها انا اليوم، يعني سمحوا لي لو سوبور تاع الكاميرا تكسر لي، فراني يعني حاصله نخدم بيد وحده، ان شاء الله يعني ما راح نطول ونحل هذا المشكل. ف انا حنحطهم هنا يعني في هذا ليمول انديفيديوال، شوفوا راح نديرهم دون دي سيركل، وانتم كيما حبيتوا يعني تقدروا ديروهم في ليمول يعني هذوك اللي جو مشرشفين ولا كيما حبيتوا، لكن انا نحب يعني سي تري توندونس هذوما ليمول، هذوما لي سيركل هذوما راهم يتباعوا كيما راكم تشوفوا هنايا، فيهم 10 ب 50000 يعني 5000 الوحده. انا يعني هذه بين قوسين شريتهم باش نوريهم لكم كيفاش يتباعوا. سي تري بو يعني سي تري جولي كي ديروهم هكا، شوفوا كيفاش تجي يعني لا تارت تجي بزاف بريزونطابل. عليهم لا بات، هنا عندي سنيوه يعني لو بلاطو حطيته نفرشوا عليه بابي كويسون، ومن بعد نحطوا هاد لي مول ونرفد هكذا لا بات اللي كنت روليتها هكا على لو غولو بعد ما حليتها، ونبدا نفتح عليها ديريكتومون لا بات هكا، ندير حفره في الوسط باش نتاكد بلي هاد العجينه تكفيني لي مول. باش علاش قلت لكم حطوا على لو مول على لو بلاطو؟ باش هاك باش تقعد يعني الحبه ما نقعدوش نرفدو فيها، لانه ما تنساوش بلي ما عندهمش لو فون من تحت، يعني لازم تكون هكذا، ومن بعد نحنا هنا نبداو نسقموها نطلعوا الحواف ليهم شويه خدمه، لكن كي توالفوهم خلاص. الوغ هنا هاد العجينه اللي تقعد لنا منا في الطرف، الوغ واش ندير؟ شوفوا مليح معايا، نهبط هكا لو فون ونبدا نحط هكا على الحواف باش تجيكم يعني لو فون هذا يجيكم شباب ويجي يعني معمر. هلا هاي لك كيفاش نديرو باش يعني ما تجيكمش الحبه رقيقه، هاي لك نثبت مليح ماما ما راكو تشوفوا مليح الحواف، هاي لك من بعد نقطع العجينه، هاي لك فوالا هاي لك كيفاش تجينا. ليسونسييل نثبتوها هكذا نطلعها، فوالا هاي لك كيفاش يجيونا. الوغ لي فون دو طارت تاعي هام لي كراهم واجدين كيما راكو تشوفوا، دوك انا واش درت هنا يعني تقطهم بالفرشيطه هاي لك باش ما يعني باش ما يطلعولناش كي يكونوا يطيبوا. دركا قبل ما نطيبهم ندخلهم الكونجيلاتور مدة 10 دقائق باش يعني الزبدة اللي فيهم تجمد مليح وما يكونش يعني لو ريسك باش يهبطوا لي في لو فور. 10 دقائق في الكونجيلاتور نجبدهم ديريكتومون لو فور اللي راني شعلته جلي بري شوفي ا لافونس 180 دوغري، نطيبهم قيس ما يبداو يولوا دوغي ونجبدهم نخليهم. الوغ دركا نشوفوا واش نديرو. عندي هنايا زوج كسرونات كيما راكم تشوفوا، الكسرونه الاولى حطيت فيها كاس سكر، هذا الكاس يعني عادي اللي عندكم نتوما كيلو باي كاس سكر حطوه، دوك نحطوه فوق النار يدوب. وفي كسرونه واحده اخرى راح نحط كاس تاع لا كريم ليكيد ولا كريمه الطهي، هاي لك نفس الكاس هاي لك لا كريم فريش ولا لا كريم ليكيد كريمه راكم تشوفوا السكر معايا بدا يتكرمل، ما نحركو ما حتى حاجه يعني غير هكا برك، النار بيان سو تكون متوسطه ما لازمش تكون قويه. وهنا هاوليك كريم ليكيد هاي لك راهي تسخن يعني حندفيوها، السكر بدا يتكرمل معايا هذا لازم يولي كولور هاي لك لون الكراميل، ما نزيدلو ولا شي يعني بالك تزيدو له ولا قطره ما
voilà نقعد نحرك هكا فيه حتى يولي ليكيد معايا يولي كراميل ليكيد. كريمة الطبخ خلاص راهي سخنت راني طفيت عليها نعاود هنا الكراميل تاعي راهو واجد باش نحط عليه لاكريم. بسم الله بسم الله عندنا هنا نحطوا له الفانيليا اللي هي اللافاني مهم جدا في هذه المرحلة. هلا في الأخير نزيد لها يعني ماشي في الأخير لما يدوب كامل هذا السكر. هنا عندي كما كنت تشوفوا مغرفة كبيرة نديروا زوج مغارف تاع الزبدة ولا المارغرين. هاي الدوزيام حوالي 200 غرام أو 100 غرام أبوتخي ونكمل. هاي لكن نحرك دوكا تبان لابريونس تاع الكراميل تاعنا وش بقى لي في الاخير نرمي لها 100 غرام دو شوكولا 100 غرام تاع شوكولا ولا اون تابليت ا بوبري تبو ما نزيدو ونحطها نزيد نحرك ونخليها تدوب نتحصل على كريمه كراميل شوكولا من اروع ما يكون. تجي بنينه بنينه وتجي هايله وهذه هي اللي حنعمر بها لي فون دو تارت تاعنا ان جو هايل فريمون. هاك الكريمه تاعنا هايلك كي جبتها من النار. هنايا عندي ملاحظه اذا حسيتوها يعني شويه ليكيد معاكم ما حسيتوهاش ثقيله كيما تحبوا تقدروا تزيدوها هكذا اون كريم اتارتيني شوكولا ابوبري مغرفه كيما هذه ولا زوج مغارف. بروميرمون يزيدوا لها في لوغو حتزيد تجيكم بنينه اكثر واكثر ودوزيامون زيد تقلها لكم. الوغ لي طارت تاعنا كيما راكو تشوفو هاملك جاو هايلين جاو ما شاء الله الشكل تاعهم كيما راكو تشوفو جاي شهي. اما لوغو ما نحكيلكمش عليه لانه فغيمون تخي تخي بون. هاديك لا كريم اللي عطيتها لكم يعني فغيمون بنينه كريم مخدومه بالكراميل وزنالها الشوكولا بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وصدقوني ماكونش حتندموا عليها. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم ونقولكم على بروشين ان شاء الله. ميليسات وسلام.